ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية صلى الله عليه، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمه صلى الله عليه، وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية صلى الله عليه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سناه صلى الله عليه، وإنما ابتدي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية صلى الله عليه، لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه صلى الله عليه، وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية صلى الله عليه، إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه صلى الله عليه، وذلك في يوم 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية صلى الله عليه، وثم أقوال 27 منه أو 8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا صلى الله عليه، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه غطة قوية صلى الله عليه، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه صلى الله عليه، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقي إليه بجمعية صلى الله عليه، ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه صلى الله عليه، ثم فتر الوحي 30 أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية صلى الله عليه، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر، فجاءه جبريل بها ونادى صلى الله عليه، فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية صلى الله عليه، والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. عطر اللهم روضه الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.